بون السلام عليكم. انا نشوف فيها روحي شغل الساعه هذه مازلت صغير على السوجي هذا، يسمى ما نقدرش بالك مازلت مانيش فاهم الدنيا قد بالك فهمتني. بصح تختلف العقليات كل واحد كيفاش راهو يشوف فيها. كاين واحد اللي يشوف فيها بالك سادي بون يهرب من المسؤوليه، كاين واحد ماهوش حاب يربط روحه بالك صغير بالك بنات الفاميليا ما كانش باسكو درك نشوفوا في الظاهره هذه تاع لي ريزو درك واحد تلقاه صار اللي الربعة تاع الصباح الخمسة تاع الصباح لي لايف وكذا فهمتني. ورأيي الشخصي أنا كواحد من الناس حاب نتزوج صغير، علاه؟ هي فيها إيجابيات وفيها سلبيات. من السلبيات تاعها هو أنك بار إكزومبل تربط روحك متعيش كيما راك حاب، تهز المسؤولية وأنت صغير فهمتني. لا لا لازم 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 عندك إمكانية دركا تا بار إكزومبل تجيب مرا تجيب الأولاد وش منين حتوكلهم وش راح تسكنهم وش راح لازم الناس تحقر بالعين يسمى لو طون اللي تفوت تجيبهم انت سي بون لازم تحمل مسؤوليتك معاهم فهمتني. روتار شويه روتار مور 30 سنه تجيب ولدك بار اكزومبل توصل انت 50 سنه هو 20 يوصل هو 20 ديكالاج لهنايا الفرق تاع العمر بزاف تولي ما في العقليه ما تفهمش تا وياه اخي فهمتني. انا باللي حتكون بنت فاميليا تكون بار اكزومبل ما تكونش داخله في الموفمون هذا تاع لي ريزو بزاف درك سا دي بون على حساب العامل تاعها هي فهمتني. اذا كانت تخدم خدمه محترمه هكا وتعاونك وتعاون انت وياها وعلاش لا لا. بس اذا كان خدمه هيك اللي فيها الاختلاط ومنا ما تربيناش هكا لازم واحد راجل باينه باللي تغير على المره تاعك ما كانش كيف راك حاب تتنقل بكل امان واريحيه وين ما حبيت وقت ما حبيت. يا تير سيرفيس ما راحش تلقى خير منها. واش راك تستنى؟ طلع الابليكاسيون وسجل نفسك بطريقه سهله. اكتب الاسم واللقب، الايميل، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، الجنس ذكر ولا انثى. يلحقك SMS في الرقم اللي سجلت به. دخل الارقام الموجوده في SMS وابدا اول رحله تاعك معنا واغتنم التخفيضات اللي توصل لحتى 50%. معايا طير قاع نطيرو. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.